النهارده رجع هنرجع فريق الهاردي بويز، هنرجع جيف هاردي ومات هاردي عشان يلعبوا مع بعض ضد فريق ذا شيلد. فقبل ما نبدا الجيش حط اللايك على ده تشرف القناة، لو متحمس للحلقه تنساش تحط اللايك ونوصل الفيديو ده لاكثر من 150 لايك. انا واثق ان انتوا تجيبوها والله. ويلا هو فاضل شويه صغيرين على ال 22000 مشترك، وشكرا لكم يا شباب على الدعم بتقدموه الفتره الاخيره الصراحه جدا. فخلينا على طول يا شباب نخش ونختار لاعبين نلعبها مباراه ايه بقى، مش عارف الصراحه. ثواني نلعبها مباراه ايه، مش عارف الصراحه. نلعب تورنيدو تاج اللي هو يبقى كله موجود في الحلبة ويندب في بعضيه. هي تورنيدو تاج، هي تورنيدو تاج. نلعبها في حلبة السمر سلام يا شباب. طبعا انا بلعب 2K 2023 لان ما لقيتهمش في 24. فعلى طول يا شباب هنلعب بجيف هاردي نسخة 2023، المفروض امام مات هاردي النسخة ال 23 برضه، نفس الفريق نفس الحاجة. وبما اننا اخترنا كده فهنلعب ضد سيث رولينز. اوكي سيث رولينز ودين امبروز، طبعا هم طاقتهم اعلى مننا، فربنا يستر سيث رولينز ودين امبروز امام جيف هاردي او الهاردي بويز ضد ذا شيلد. مين اللي هيقدر يكسب ومين اللي هيقدر يتفوق؟ انا هلعب بجيف هاردي لان الصراحه جيف هاردي ده يا كان اسطوره زمان، انا كنت احب الستايل بتاعه جدا رغم ان هو كان شكله غريب عجيب، ويعني شكله مش مستحب خالص، بس يعني كستايل مصارع كان كنت بحب ستايل المصارع بتاعه. اوكي يا شباب اهو وصلنا الهاردي بويز. انا طبعا مش ظابط الدخله بتاعتهم خالص لانها مش موجوده للاسف في اللعبة. يعني ذا شيلد موجودين لكن الهاردي بويز دخلتهم مش موجوده، فحطيت اي دخله بقى وخلاص. هم وصلوا جيف هاردي ومات هاردي، معرفش بيعملوا ايه الصراحه، بس هم كانوا بيدخلوا يرقصوا. يعني هم عامه كانوا بيدخلوا يرقصوا، جيف هاردي كان بيدخل يرقص ومات هاردي برده كان بيقعد يديها يرقص. ف الاثنين شكلهم مظبوط والله، يعني صدق شكلهم مظبوط، بس ايه ده، مجانين الهاردي بويز دول والله. كانوا فريق خرافي وكانوا فريق رهيب جدا الصراحه. بيعملوا الحركه بتاعت مات هاردي اللي هي الام ايوه اهي حركتهم، ايوه الام دي بتاعت كاتمات هاردي. انا عارف. اوكي والان دخلت ذا شيلد، دخلت فريق ذا شيلد برضو، داخلين هما الاثنين سيث رولينز ودين امبروز. مين اللي هيتفوق ومين اللي هيكسب؟ يلا بشكل دين امبروز الغريب العجيب ده. اوكي يلا تورنيدو تاج، بسم الله هم اقوى مننا، ربنا يستر. تعالى دين امبروز، تعالى دين امبروز او انت. اوكي ماشي، معلش حصل لاج بس لسه اللعبه بتسخن. اوكي دين امبروز بداها. هي لا اتشطروا عليا، خد يا سيسر على. هي خلاص بقى، ريح دين امبروز، ريح يا ديلو. حلوه الحركه والله، على يا على يا حلوه قوي عالمي، يلا والله يلا اساعد اخويا. لا يا ريتني ما ساعدتك. هي اوكي ضربني من اللذينه. اهدى يا ماشي. ذا شيلد بيتفوق حتى الان، ذا شيلد بيتفوق ولا بتعد؟ يلا لا ريح بدري تعالى. حلوه، انا بضرب كله في نفس الوقت، معرفش بعمل كده ازاي بس ماشي. اوكي مفيش صد للاسف، معرفش صد والله، شكلهم هم هيكسبوا الصراحة. اوكي الحكمة مش فاضية. عد انجز براحتك، عد براحتك بس ايه يا ربيع. خلاص طيب صد طيب. اوكي طب عد والله يا جدعان، في ايه؟ بدري قوي. تعالى يا تعالى يا اساس، يلا يا الله يا جدعان بيصد، يا الله عليكم يا جدعان، ذا شيلد مرمطوره والله ذا شيلد مرمطوره. لا ريح فكتها يا الله مرمطونه. تعالى انت كمان يا مات هاردي، الحقني يا اسطى، الحقني يا اخويا يا حبيبي يا اخويا. على سيجنيتشر، يلا مات هاردي يا جيف هاردي، عالمي يا جيف، يلا اطلع له دي مات هاردي، يلا سيجنيتشر فينش. ولا هو الفينش بتاع جيف هاردي فعلا، هو بتاع جيف هاردي، يا الله قلبتها على سيث رولينز. ولا سيس يلا ماشي. زعلني سيث رولينز للاسف، زعلني، بيعد مات هاردي لكن فكه. يعني هو انا ينفع استخدم حاجه ولا مش هينفع؟ غالبا مش هينفع اقدر استخدم حاجه. ماشي عكستها تعالى دروب كيك عالمي، تعالى يا
مستحيل. لا بعمله ده على دروبكك تاني. اوه حلوه والله حلوه حركه. تعال اساس على اساس تعال اساس رقم. ما ظبطتش ما ظبطتش ما ظبطتش. خلاص بقى خلاص بقى يا صاحبي خلاص بقى يا ولد. ما بيعد والله. بدري 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 بدري. يلا يا جيف يلا يا جيف اديله يا جيف اديله يا جيف. والله عكاس عبد اللذينه برضه. تعالى فتحت له دماغه فتحت له دماغه. الهاردي بويز بيسيطروا. الله عليكم. عد عد على اساس رونز. عد عليك عد عليك. جرب واحد واحد بس ماشي. فكها ديلو. حلوه حلوه. يلا جيف يلا جيف. اوه لا دروب كيك يا جدعان عالمي والله. اوه خد يلا خد يلا سيس. تعال يا سيس. ماشي حلوه. كروس بادي اديله اديله ما ترحموش. يلا عد عد. واحد اثنين فكه يا ابن اللذينه. ماشي ماشي. ريح ريح تحت ريح تحت ريح تحت براحتك خالص يا جيف هاردي براحتك خالص. دين امرود مفتري مفتري مفتري. حلوه حلوه. تعالى قوم يا قوم يلا دين امرود. لازم اعمل لك فينش يا قوم. هعمل لك فينش هعمل لك فينش. اديله فينش. يلا ديدتي ولا لا عملت له الفينش بتاعي. خلاص 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 تم الصعق. تعالى هذا سيس يا على اساس يا رولينز سيس رولينز انتهى. يلا بقى عد عد عليه عد عليه عد عليه عد عليه بسرعه بسرعه. يلا واحد اثنين. لا فكاه ماشي لسه بدري لسه بدري. اوكي ما ظبطتش. لا 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 صدها. لا لا ماشي. اهم حاجه دي امروز ما يعمليش الفينش بس. اهم حاجه ما يعمليش الفينش. معايا سيجنيشر يا جدعان. ما انا صديتها يا جدعان. يا لذينه. مات هاردي هيكسب ولا ايه؟ هاردي انت معاك فينشين يا اسطى. هتعمل اي حاجه يا اسطى. تعالى سيجنيشر على دين امبروز. سيجنيشر على دين امبروز. عد عليه بسرعه. لا قام بسرعه واحد. قام سيس رولينز. تعالى 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 تعالى. عد 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 بسرعه. يلا واحد اثنين. يا الله استخدم المرونه. ماشي كويس ان هو استخدم المرونه كويس. تعالى اسس تعالى اسس. قوم يا قوم يا. والله مباراه جامده جدا يا جدعان. هينفع اعمله فينش من هنا؟ والله هينفع والله ينفع والله ينفع والله ينفع والله ينفع. يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا جيف هاردي. عالمي يا جيف هاردي. ولا يا لا ولا ولا دين امبروز. لا 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 ايوه عد عليه عد عليه. هو هاردي عاش. اثنين ثلاثة. هاردي بويز بيكسبوا. مات هاردي والله وشه اتدمر ده. بس كسبنا بس كسبنا كسبنا المباراة الصعبة جدا امام دين امبروز وسيس رولينز. يا عالمي يا عالمي عالميين عالميين الصراحة. بص مات هاردي عمل فينش لسيس رولينز. عملنا له فينشات كتيرة الصراحة. وانا الفينش بتاعي اللي من فوق ده قضى عليه قضى عليه. بس الحمد لله الهاردي بويز هم اللي بيكسبوا هم اللي بيكسبوا. الله عليكم الله عليكم. اللي ما تعورش بس قدم مباراه قويه جدا. طب بس يا رجاله اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه. مباراه كانت اسطوريه جدا الصراحه. واكتبوا لي اسم الفريق اللي انتوا عايزيني برضو اجربه مره كمان. فبس يا رجاله مع السلامه.